في الاقتصاد، ما هي القطاعات التي سيمولها سيدر ون ودورها في إعادة انهاض الاقتصاد؟ معنا في الفقرة الاقتصادية نائب رئيس الجامعة اللبنانية الألمانية وباحث دكتور بيير خوري. أهلا وسهلا فيك في الفقرة الاقتصادية. اليوم نحن رايحين على سيدر ون، وهناك يعني أمال معلقة على هذا الموضوع. قديش فعلا حجم المساعدات رح بتكون برأيك؟ الاستثمارات بالبنية التحتية يلي قدرتها الوزارات ومجلس مياه والاعمار، واللي هي بتشكل الاساس لسيدر وان، اللي جمعوا هالمشاريع وعرضوها على سيدر وان، نعم، هي بحدود 30 مليار، يعني بعد اكثر من الرقم العالي اللي هو بحدود 22 اللي ممكن يكون مطروح. انا تحليلي انه في ميكانيزم للخروض، يعني مش ضروري من اول من سيدر وان انه ناخذ كل القروض اللي بتتيح اعاده تاهيل البنيه التحتيه. انت عارفه انه هي كلها قروض بنيه تحتيه بشكل اساسي اللي ترهلت خلال 30 سنه الماضيه، يعني منذ مشروع البنيه التحتيه ما بعد الحرب ما عندنا، يعني ما صار عندنا تجديد للبنيه التحتيه، واحد ما صار عندنا توافق مع التحديثات اللي صارت بالعالم، نعم، ولا مع التحديثات الديموغرافية اللي طرأت علينا نحن. نعم. كل هالأشياء بحاجة لمشروع كبير. الأرجح أنه السيستم الاقتصادي اللبناني عاجز عن تأمينها داخليا، والموازنة أعجز. يعني إذا اليوم هناك شروط يعني لمساعدة لبنان، هناك شروط، شو هي برأيك رح بتكون الشروط؟ بلشت أولا نحن عم نشوف في موازنتين بست شهور، يعني هذه مزبوط، انت بتعرفي ما صارت من زمان، بس من زمان ما صار موازنة. بس الشروط اليوم هو الاصلاح، ما هو هذا الاصلاح يبدا من الموازنة. اصلاح شو يعني اصلاح؟ يعني بدك انت تبلشي بمطرح اللي بتنعكس فيه هالتحسينات اللي صارت على اداء القطاع العام بارقام، هيك بيفهم المجتمع الدولي. نعم. شو هي القطاعات التي سيمولها سيدر وان برايك؟ عندنا تقريبا 6.8 مليار للنقل، نص مليار للاتصالات، 6 مليار تقريبا للكهرباء، عندنا 300 مليون للصحة، تقريبا 4 مليار للمي، 300 مليون للتعليم، 2.4 مليون للصرف الصحي، تقريبا 300 مليون للسقافة اللي هي خسور مؤتمرات وترميم وإلى آخره، وعندنا بحدود 1.4 مليار للنفايات. هول بيعملوا 22 مليار. نعم. احنا اليوم شو هو مطلوب على الصعيد المالي؟ من الاشياء اللي انا اقترحتها على فخامته هو نوقف نمو الدين. نوقف نمو الدين مرتبط بتصغير العجز. نعم. او بانه العجز وصل لهون ما بقى يكبر اكثر من هيك. هيدا الاساس اليوم بالنسبه، الاساس رقم واحد بالنسبه للي فيها تعمله الحكومه. نعم. انه نحن اللي عم ينمى الدين بسبب تراكم العجز. صح. وقفوا هالعجز واعطوا مؤشر للاقتصاد وللناس وللمجتمع الدولي انه نحن ماشيين باتجاه معكوس.